النهاردة عندنا حلقة بعنوان ناقوس الخطر. أيوة ناقوس الخطر، خطف عقول أطفالنا، فلذات أكبادنا، وتشويه هويتهم النفسية والجنسية. موضوع أظن يستحق أن احنا نهتم بيه، لأن مين عندنا أغلى من فلذات أكبادنا. موضوع كله النهاردة عن اللي بيحصل عندنا هنا في يونايتد ستيتس، في ولاية كاليفورنيا، واللي هو هيسمع العالم كله وأكيد واصل طبعا. موضوع السكس اديوكيشن وترانسجندر والبلاوي الزرقاء اللي طلع علينا ديت، وانا اسف على التعبير ده، لكن الموضوع مثير للغضب، فسامحونا لو بعض التجاوزات حصلت. احنا قصدين بس نثير اهتمامكم علشان تهتموا، احنا في مصيبه، نرجو التركيز والتعاون معانا علشان نتحرك ونقدر نعمل حاجه ونعمل حائط صد نحمي بيه اولادنا. اذا ما اتحركناش النهارده بعد كده هنندم كتير. فان شاء الله بيكونش في ندم، وان شاء الله الحلقه دي نطلع منها باستفاده مهمه جدا. ركزوا معايا، اسمحوا لي النهارده اركز او ارحب بضيف حلقه النهارده، الاستاذ الكبير الاستاذ الدكتور نبيل سليمان، الرجل العظيم الذي القى اول حجر في هذه البركه الاسنه وحركها وخلانا كلنا نحس بخطورتها. احنا كنا شايفينها لكن كلنا كنا نايمين في العسل. الرجل ده هو اللي حرك هذه المياه الراكده وألقى أول حجر وقال لنا فوقوا يا جماعة، في مصيبة بتحصل، ولأن ده تخصصه وده علمه. فالراجل بكل علمه وبكل إنسانيته تحمس لهذا الموضوع. هنرحب بالدكتور نبيل، دكتور نبيل سليمان، أستاذ الدكتور، راجل متخصص في الأمراض النفسية والعصبية للكبار وللأطفال، ودكتوراه أخرى تخصص الأمراض النفسية والعصبية لمعالجة الأطفال والمراهقين. فدي سكته وده ملعبه اللي احنا هنتكلم فيه وهنعرف منه ايه المأساة اللي احنا داخلين عليها. انا اسف على المقدمة الطويلة شوية دي، لكن ده واجب التنويه. هنبتدي حلقتنا، تفضلوا معانا.